تافه كده ومعوج عليا. انا المفروض ازعل منك قوي. خير ليه يا اخوي؟ عشان ما جتش موتة خالي. خالي خالي ايه صدى الصوت ده يا؟ ما انت عارف ان انا عامل عمليه في بقي، وبعدين ده خالي. خلاص يا سيدي، لما خالي يموت ما تجيليش. لا هادي، انا حر. يعني الغلس عايش شلوط في حلق سقف بقه. بقول لك انا ما بحبش الحركه دي. جراجو قلبها وريا. بجد وحشتك؟ وحشتني ايه؟ وحشتني دي ما تنفعش تعبر عن جوايا. وبحب اكلمك كتير على الفيس ما بترديش عليا. ومن ساعه ما بعت الصور النار نار نار دي وانا يا لهوي مش قادر مش قادر بتشحتف. صدقني من ساعه ما شفتها وانا طالب نقلي للمطافي. يا ايه يا عم اللي عملته ده ده ده؟ يا ده انت متعلم الكلام على كبر. ايام بيزي مشغول يعني. مالك قفش ليه يا جوجو؟ اصل السجاير شحها في السجن، وانا عايز اعرف انت شقتها منين يا جوجو. يا جوجو ما تبصني ببق احسن، وخدم المأمور جدعانه. إلهيك حبه مطرح ما هو قاعد، ويخرب بيت زي ما خرب بيوتنا. ده كان المأمور اللي قبل منه كان عسليه، كان برقبته. طب اللي خلص لك المصلحه دي يبقى رفيقي وشقيقي وحليله. بق 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 يخرب بيت بقك على بقه. مين شغال معاك في الحوار ده يا؟ هقول لك يا جوجو، اللي مدورينها في السجن اتنين، العبد لله والواد علي طفايه لحساب الباشا ده. وانا عايز اعمل موضوع لحسابي لوحدي. جه جه جه. واللقطه ده بيخش بكام؟ نص مليون. مصلحتي بكام؟ 20%. 40%. كتير ما توفيش. طالما شحها في السجن دبلر البرايس. انت بتعمل كده ليه يا جوجو؟ منفضك من دماغي. مش للدرجان دي يا جوجو. جوجو سنتكلم اليوم احبائي في الله عن الامانه. الامانه والضمير. والمولى عز وجل يقول في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله العظيم. فهل نحن أحبائي في الله نعمل بهذا التكليف؟ أم لهان عنه الشيطان كما لهان عن العديد من أمور ديننا الحنيف؟ الأمانة، الأمانة ضاعت في الناس. فإياكم والشيطان، إياكم والشيطان، إياكم والشيطان. كلسة بيجي في سيرتك إيه يا باشا؟ خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات، عايز مني إيه؟ بغض النظر على اللي بينا، دماغك دي عجباني. بس مش عجباني، هي اللي جابتني هنا. وبعدين يا باشا أنت مسايبني خطبة الجمعة عشان تقولي دماغك عجباني، وإيه المطلوب؟ تعرف ايه عن فتح السروج؟ وده بقى صفه ولا مهنه؟ هنهرج يا ابني ولا ايه؟ فتح السروج عياده مجلس الشعب. ياخد عنده حته فيلا ربنا يدينا ويديه. بس الغريبه بقى ان عنده بيانو محيرني. هموت واعرف لغايه دلوقتي هو حاطه ديكور ولا بيلعب عليه. مش قلت لك دماغك عجباني؟ طب الفها لك يا غالي. نسيت اهم معلومه بقى. بس انت مش ملاحظ ان اخر عمليتين انت اللي سلكتهم له؟ وده بقى اعتراف رسمي مني. فتح السروجي محتاجك في العمليه الجايه. عنده قطعه اثار عايز يهربها بره. انت عارف بقى دي ثروه قوميه ومال عام. وايه اللي مطلوب منه؟ تسلمهولي. ازاي وانا بالزرقاء؟ هقف جنبك يا باشا. انا اخر واحد وقف جنبي كنا بنشوف مين فينا الاطول. اللي بيقف جنب العباد ربنا. هنفتح لك صفحه جديده، وصفحه ثوابك دي هتبقى بيضه زي الفل، والثلاث سنين انت لابسهم دول هتعدي منهم. غالي والطلب شريف، حوارك ده يخلص في ثانيه الا ثانيه. طول ما انت يا باشا في الخدمه العبد لله في الخدمه. بس الزرقاء. بس جات لي معلومات ان فتح السروجي هيهربك يوم ترحيلك لجلسه استئناف. بصير هنسيبك تهرب. اقصد انا متعاون. وتفتكر يا باشا لما اسلمك السروجي هيسيبني؟ طلباتك ايه؟ لما اقول طلباتي بتزعل. قول وخلص. شريط اصلك جديد. احنا هنهرج ولا ايه؟ ههرج. انت اللي محتاجني. وبعدين ما يلزمنيش اخرج من السجن، انا لازم اهرب بره مصر كلها. لو سمحت، لو سمحت، ده حرام. ماشي. انت مين يا انت؟ انا خيط مقطوع من كتر الشد. الهزار اتحول فجأة لجد، وسؤال ملهوش في المنطق رد. أنا حد اتحول فجأة لسبت، قصدي لحد. ماشي
خد عفر السيجارة دي. ما بدخنش. مسك نفسك يا ابني شوية. قول لي ايه حكايتك بقى؟ عشان انا ما بقتش فاهم لك حاجة. كسرت النفس وحشة. اللي قدامك ده ناس خريج جامعة كامبريدج، شايف كامبريدج؟ وخدت منها درجة اكسلانس، اكسلانس، لانس، لانس، لانس. عداني ابن الجذبة، صدى الصوت. وقع في طريق انسان، سميته صديق، اديته الأمانة، الأمانة. خان الأمانة، وخد اللي ورايا واللي قدامي. أنا اللي عملت في نفسي كده. تصدق أنا حبيتك أنت. يو لاف مي. وهوقفك تاني على رجليك. أنت قلت لي اسمك إيه؟ صابر. شوف يا صابر، أنا هخليك تعمل أحلى مصلحة. هنا يا عمو. ده هنا بيحصل أحلى مصالح. أهم حاجة تبقى حلال. طبعًا حلال. بس المأمور الجديد بقى منه لله. خالو سمير. خالو. خالو ازاي؟ اخو ماما. ده الانسان الوحيد اللي وقف جنبي في وقت كل الناس كان بتنهش في الاحمى في الستريت الطرقات. تصدق انت وقعت لي من السنة. شوف يا صابر، انا هعمل معاك احلى مصلحة، مصلحة بمليون جنيه، وهعراك بتلاتين في المية. يا عمو كلامك غريب، غريب قوي. انا مش فاهم حاجة من الكلام ده. يعني ايه مصلحة وهعرقك؟ مصلحة يعني بيزنس. اوكي. طب وهعرقك يعني هقبلك. يا يا لا عمو سوري، ما اقصدش يا يعني موافق بس بالامريكان. شوف يا صابر، باختصار احنا عايزين ندخل سجاير جوه السجن. هنا؟ يا اوكي، بس انا اعرف ان السجاير دي مضرة بالصحة. صح، هي فعلا مضرة بالصحة بس حلال. خلاص يا عمو، اللي تشوفه اللي تشوفه. جيب مي فايف يا حبيبي، دي وعهد الله. جيب مي فايف كده. هتلاقيني مكمره لك الموبايل في اخر الحل في قلب الرز. رز؟ تسلمي يا غاليه. ما بقتش فاهمه دماغي انا من ساعه ما حلقولي هنا، حتى انا ما بقتش فاهم دماغي، بقيت راجل فضاء يا ليلى. يا حبيبي يا عم خليك معايا بقى. ايه السروج؟ عارف ان انت عندك جلسه يوم الخميس، وبيقول لك ما تخافش، هو في ظهرك هيهربك، علشان كمان عايزك في عمليه جديده. اصيل قول له صابر عارف انك انت قدها ودود، واللي ظهر ما بتضربش على بطنه، وكمان بلغه ان الحكم عينها عليه. حصل. والنبي انت غلبان. غلبان؟ انا غلبان قوي يا ليلى. ما تجيبي بوسه بقى ولا ده مش موضوع. ما تلمي ايدك يا راجل، احنا قاعدين مستنيين. ايه دي يا بنت؟ انت وحشاني يا بنت. في ايه يا عم صابر؟ ما تحترم وجودك انا. ايه يا عم انت؟ دي مراتي وانا شريتها. وبعدين بس ده يرجع ولا ايه؟ مش لما انت ترجع. يا رب يا حبيبي. يا رب يا رب ارجع يا ليلى. انا بقيت مخلوق فضائي، تفتكر هفضل في المريخ؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت ازاي هتدخل من غير ما تخبط؟ الو يا سياده المأمور، يا خالو. خالو مين يا؟ ده مش انت خالو؟ هتتبرى مني يا خالو. اسمع. الو. لا 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 لا، انا زعلان زعلان زعلان، انا زعلان. معقوله اكلمك ثلاث مرات وما ترديش عليا؟ والله العظيم زي ما بقول لك كده، وبعدين انا اتصلت بيك على الفيسبوك وما ترديش عليا. طب ما انت فاكك اهو، امال قامت علينا ليه؟ ولا انت جبت الكلام ده منين؟ مش هقولك، انا زعلان منك، عايز تسيبنا وتروح المطافي. لا المطافي ياح. ما تبصليش كده بقى يا خالو. انت بشير وخالي اللي مشتري ويتفرج يا خالو؟ خالو انت عايز ايه يا؟ بارنس. تقول عايز ايه؟ بارنس. انا ابتديت اخاف منك. ليه يا لولا؟ جبتني هنا ازاي؟ عملت لهم لطه كبيره هنا، خصوصا بعد الزياره الاخيره، جننتني، وبعدين مش عارفه اخرج لك، فقلت بقى تجيبني هنا. بالظبط يا لولا، الزنزانه نورت. منوره بنفسها يا حبيبي. بجد يا لولا، معقوله تحبيني زي الاول بعد ما تحولت انسان فضائي؟ بحبك في كل اشكالك. مش مصدق انك هنا. الزنزانه دي هتولع لاعلى من خالص. وداني
تقعد يعني. احلى مفاجاه لولا. لا سحر ولا شعوذه. امسكي امسكي يا بت. ايه دول؟ 300,000 جنيه. جبتهم منين دول يا صابر؟ ربيت لولا ما بينساش حد. اسمعي يا بت، مسير عقرب الساعه ده هيلف على ساعه هنبقى في حته تانيه خالص. وانا هخرج بيهم ازاي بقى دول ان شاء الله؟ في ثانيه الا ثانيه، نفس العربيه اللي جابتك هي اللي هتوديكي. يا بنت انت مرجوجة. عايزك بقى ما تنسيش تعدي على ام رحمه، بجهز بنتها رحمه، والست دي ليها فضل عليا كبير قوي. فضل ايه بقى؟ رضعتني وانا صغير. يا حبيبي طول عمرك اصيل وما تنساش الواجب ابدا. هنعمل ايه بقى؟ الناس لبعضيها. وما تنسيش برضه الله يبارك لك باكو كمان للبت هدى. ليه بقى دي كمان ان شاء الله؟ انت رضعتني وانا كبير. نعم. هنعمل ايه طيب؟ سيد عثمان اتحرك يا ابني. فندم. خالو يا خالو، خالو البضاعة فين؟ في زنزانتك يا عمو. بضاعة بنص مليون جنيه تسيبها في الزنزانة؟ أعمل إيه؟ خالو قال لي كده، بس هو قال لي إن السجاير حرام. لا يا حبيبي مش حرام، يا بس مش مستحبة. الحمد لله يا رب. تقيلي بقى عشان رايح استئناف. يا رب أخرج. ربنا معاك يا صابر، خد بالك إحنا عندنا شغل كتير. صابر سيد علي الطمان. افندم. ابراهيم محمد احمد. افندم. الصول حسين هيديك مفتاح الكلبش وانت بتركب عربيه الترحيلات، وهو برضو اللي هيفتح لك الترباس لما تيجي تهرب. Let's build it.